في سؤال في وسط مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه كان لازم اساله لك في الفقره، بس اساله لك دلوقتي. ايه رايك في انطونيو موديست؟ انا برضو كنت اتكلمت معاك. هو انا يعني انت مثلا لما جاب الجون، في بتاع الجونه الناس كلها طلعت قالت اشعار والكلام ده وبتاع في لحظه معينه، انما هو محتاج مجهود كبير بصراحه. انا مش يعني هو يقول لك مثلا حتى هيطوره او ينزله، تحس ان في عنده يعني الاسترايكر عنده نسبه تقل كبيره جدا، نسبه تقل مقري 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 لاي حد في الديفنس. يعني مهاجم سهل للمدافع، هو سهل ما فيش يعني. هو كان ممكن يكون كويس جدا، بس الحركه بالنسبه له بطيئه جدا بصراحه. يعني هو بيحاول النهارده مثلا كمدرب او الحته دي برضو اللي حتى هم خدوها، اللي هو مثلا لان المدير الفني قال انا عاوز او الكلام ده، مش عيب لما اكون انا جايب لعيب. لان في نقطه يا استاذ كريم، الناس مش فاهمه، في لعيب ممكن يكون ناجح مع الفرقه بتاعته قوي ومكسر الدنيا ويجي مع فرقه معينه، يعني انت تختاره ويجي معاك وفجاه ما يقديش نفس المستوى ويكون مكسر الدنيا مع الفرقه الثانيه زي ما انت بيحصل دلوقتي. فما تجيش تلومني انا كمدرب. اتفرج في انتقالات يناير، في انتقالات يناير خلاص لسه 5 ايام، لا هيحصل 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 بلاوي. يحصل بلاوي. النهارده ما فيش لعيبه، انت بتاخد لعيب من هنا ما لعبش مثلا 10 ماتشات ونادي تاني عاوزه، ولاعيب مكسر الدنيا في نادي معين والنادي التاني عاوزه. انا بقول للاعيب اللي مكسر الدنيا في النادي ده، لو نادي صغير وعمل شغل كبير جدا جدا، نصيحه من المدرب ما تمشيش. ما تمشيش، لان مش ضامن انت، على دليل مش ضامن نفسك هناك هتعمل ايه في نادي معين، يعني هتعمل ايه في وسط المعمعه. والله يا كابتن ميمي الكلام اللي انت بتقوله ده كلام عاقل وكلام محترم، بس انا هحط خلينا برضو ايه، عايز ابقى واقعي معاك. انا كريم اهو بلعب في نادي سين، مش هقول اسمه، يعني نادي صغير مش من انديه كبيره يعني، وجالي اهلي ولا زمالك، وكنت متالق مع النادي السين اللي هو الصغير ده، حرفه ان انا بقى الاهلي والزمالك. عشان ما انت مش هتروح الاهلي والزمالك في خلال 6 شهور. اسكن نفسك تاني. يعني خلص الموسم، بلاش الموضوع بتاع انتقالات يناير مثلا. انت السنه دي عملت انجاز وعمل شغل كويس جدا. الفرقه دي انت نجمك ماشي معاها، ليك حريه. ما هتروح الفرقه الثانيه مثلا، زي مثلا النادي الاهلي فيه ميزه برضه نتكلم فيها. الايه؟ النادي الاهلي فيه ميزه. ما فيش حاجه اسمها النجم الاوحد. صح. خلي بالك. في الفرقه الصغيره انا النجم الاوحد. فلما هتروح في فرقه زي برضه بعكسها، كلهم لعيبه كويسه، ممكن زي اشرف اسمه كندوسي، احمد كندوسي. احمد كندوسي طب هو كان في النادي الاهلي يبان؟ لا، مع سيراميكا مكسر الدنيا. خلي بالك في لعيب كمان انا نسيته، كان مع سيراميكا دلوقتي مكسر الدنيا. في لعيب اسمه كريم فؤاد. طبعا مع الاهلي، البديل ده بتاع النادي الاهلي ممتاز، هيسموه بعد كده خد بالك البديل. هما يجي ينزل من بدايه المباراه ممكن ما يديش، انما هو ده بقى شغله المدير الفني.